فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وبين حديث ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن الآية في حق الكفار والحديث في حق أصحاب الكهف؟ الآخرة ذات أحوال يا أخي، تارة يكلمهم وتارة لا يكلمهم، القيامة لها أحوال. نعم.